مرحبا على الاستضافة، وكنشكركم وكنشكروا الطاقم التقني اللي شرفنا اليوم. وبهذه المناسبة كان نبلغ التهاني ديالي السدة العليا بالله جلالة الملك أمير المؤمنين والأسرة الملكية والشعب المغربي برمته والأمة الإسلامية، ونقدموا لهم التهاني ديال العيد المبارك السعيد. ودائما أنا كيخطر في البال ديالي واحد الشعار اللي كنا درنا فاش اسسنا الحزب من جديد، هي الاستمراريه بتطلعات جديده في العهد الجديد. وهذاك الشعار خديته انا كشعار ذاتي ديالي، لان كما كيكون الحال على اساس بان كانت واحد الفتره سابقه وكان واحد العمل جبار، احنا ما نكروش، وكانت عندنا تمثيليه في البرلمان وفي الحكومه وفي المجالس وفي المجالس المحليه وكذا. ومن بعد منها وقع واحد الاضمحلال اللي بيني وبينك لسوء التسيير وسوء التدبير ديال الحزب، لان كانوا عندنا كفاءات وكانوا عندنا مناضلين اقوياء ومعروفين على الصعيد المملكه، فاذا به كان واحد الخلاف مع الزعماء وكل مشى فين مشى. واللي زاد طين بالله هو التاثير اللي كان وقع للحزب جراء الاندماج مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية في 2008، هذاك هو اللي كان هرسنا صراحة. والحمد لله دابا حنا ملي أسسنا الحزب في 2009 برئاسة السي عبد الله القادري الله يرحمه وتغمد الله برحمته الواسعة في هذا اليوم المبارك، بدينا بواحد نفس جديد وبواحد مكتب سياسي جديد. وفعلا أسسنا هياكل ودرنا منظمات موازية وكذا، ولكن ماشي بحال الفترة اللي كان فيها المرحوم أرسل الجديدي. هذيك الفترة كانت أوج ديال 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 الحزب وأوج ديال النضال. حدثني شيئا عن أرسل. أرسل الجديدي هو ابن مدينة الجديدة، المسار ديال الحياة ديالو في البداية كان اشتغل كمعلم في منطقة ديال الخميسات، بعد منها خدم عند السي خالص كمقتصد، وملي دار واحد الامتحان بالنسبة للفوسفات للمكتب الشريف الفوسفات فعلا دوز هذا الامتحان ونجح فيه وتعين في مدينة خريبكة. ملي تعين في مدينة خريبكة دار دخل النقابة ديال الاتحاد المغربي للشغل، انا ذاك كان فيها السي المحجوب بن الصديق والمجموعه ديالهم اللي باقي في الحياه، راه باقي في الحياه، واللي توفى راه الله يرحمه ويوسع عليه في النار. انا ذاك ديك الساعه بدا السي ارسلان كيتسلق السلم، لان كان عنده تو واحد الصيد وكان عنده شعبيه وكانت عنده واحد الكلمه وكانت عنده واحد الكاريزما. هذيك الكاريزما هي اللي خولت له يكون ممثل ديال المأجورين في البرلمان ديال 1970. بعد منها تعين وزير الشغل والتكوين المهني وتكوين الاطر والشباب والرياضه والانعاش الوطني، وبقى من 71 هو في الحكومه الى غايه 81. اسس الحزب الوطني الديمقراطي بمجموعه ديال الاخوان اللي كانوا شقوا على التجمع الوطني للاحرار، منهم السي عبد الله القادري، عبد القادر بن سليمان، موسى السعدي، خليل ناول الرشيد، علي قيوح، جلال السعيد، واخرين لما ذكرتهمش. وفعلا في 81 كان الاوج ديال 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 الحزب، لان الحزب ديك الساعه كان من الشمال الى الجنوب، كان اللون الكاكي كان ساطع، وكان مرشحين، وكان مراكش منها النيت. مراكش كان ديك الساعه السي عمر الله يذكره بخير وميلودا والاخوان كانوا كاملين هنا في الحزب. كان 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 الاوج أو كانت الفترة الذهبية ديال الحزب آنذاك في الثمانينات وفي التسعينات كذلك ومثال. وكان كانوا عنده حقائب وزارية مهمة
بحال السحاب، بحال الشيبوريه، كانت السياحه، كانت هذا ديال التقوى المعادن، كان الاسكان، كان واحد المجموعه ديال العلاقه العائليه مع ارسلان هي اللي دفعتك للالتحاق بالحزب. ايوا السي ارسلان الله 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 يذكره بالخير، هو الخال ديالي، خو الام ديالي. تعين وزارة الشغل، التكوين المهني وتكوين الأطر والإنعاش الوطني والشيب والرياضة. بعد منها في بداية ديال أواخر الثمانينات كان عينو جلالة الملك وزير دولة. كاع الأمناء العامون ديال الأحزاب كانوا تعينوا وزير دولة آنذاك. وبيني وبينك هذيك الفترة كان الحزب كيعيش العصر الذهبي ديالو. أوج ديالو. أن كانوا فريق برلماني، كان عنده تمثيليه في الحكومه خمسه ديال ولا مهار سته ديال الوزارات، عنده مجالس بلديه، عنده جماعات قرويه، عنده ممثلين في الغرفه الثانيه، يعني الحمد لله كانت تمثيليه. بطبيعه الحال هادشي اثر عليك؟ اثر، وبغينا نردوا المجد ديال الحزب. انا بيني وبينك هذا تحدي خديته انا على نفسي، والطاقم اللي معنا دروك حاليا اللي هو واحد الطاقم شاب أطور، عندهم غيرة، بغاو يخدموا البلاد والعباد تحت القيادة ديال جلالة الملك، والحمد لله احنا ضروري خصنا نشتغلوا باش المسائل الإيجابية تبقى إيجابية، واللي سلبية نديروا القطيعة معها ونشتغلوا إن شاء الله، ونعطي واحد القيمة مضافة إن شاء الله للمسار السياسي المغربي. وأسندت لكم بطبيعة الحال مهمة إحياء الحزب بعد مؤتمر وطني عقد بمراكش. ما هي حيثيات عقد هذا المؤتمر بمراكش؟ هذا سؤال وجيه، وهذا هو مربط الفرس. بعد الوفاة ديال السي عبد الله القديري، تغمده الله بوسع رحمته في هذا النهار، هذا هذيك الليلة ديال العزو ديالو اللي دفناه، جمعنا في المحل ديالو، كان السي موسى، كان السي التولالي، كان السي رود علي، كان واحد المجموعه السي متحي، واحد المجموعه ديال الناس ديال المكتب السياسي وديال اعضاء ديال اللجنه المركزيه، كانوا قلنا يدوز هذا الشيء تأبين ديال السي القديري، ومن بعد نديروا واحد لقاءات باش نحيوا الحزب من جديد. وبيني وبينك من 2016، من بعد انتخابات ديال البرلمان ديال 2016، السي عبد الله عيا شويه كلف موسى باش يقوم بالحزب. هذيك الفتره الحزب الى شوتي، نهار دخل الانعاش بيني وبينك. انا ديك الساعه كنت استقلت من الحزب وترشحت باسم حزب الاستقلال، وهادشي غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في هذا الحوار هذا. هذيك الفترة كان أسندت المهمة للسي موسى في الغياب ديال السي عبد الله القديري. آنذاك الحزب تحكم عليه بالإفراغ وبالأداء. ما بقاش عندنا مقر، لأن الموظفين ما تخلصوا شاي، الكرة ديال المقر ما تخلص شاي، السيد صبر تاع أيام مشى للمحكمة حكمت ليه بالأداء وبالإفراغ، هذا من جهة. ومحقه، هذا قانون. من جهه ثانيه ما كاين نشاطات، ما كاين والو، ما كاين اجتماعات، ما كاين حتى شي حاجه من هذا القبيل. حتى يهز شي واحد التليفون يتصل بالفيدرالية ولا بالكونفدراليه ولا كذا، ما كاين والو، يعني الحزب مشى. بيني وبينك انا وهذا الشيء بقى في داعي، لان انا واحد الفتره طار ليا، بيني وبينك طار ليا، لان ملي 2016 انا كنت ترشحت في الجهه في 2015. ترشحت سميتو الجهه، وكنت ترشحت في 2011 في البرلمان بسميت الحزب، و 2007 بسميت الحزب نيت هنا في الدائره المحليه ديال كيليز النخيل، انا في مراكش كنت وكيل لائحه ديال الحزب، 2007 في البرلمان و 2011 في البرلمان، وترشحت 2015 للجهه ديال مراكش اسفي، و 2016 فاش جات الانتخابات ديال البرلمان كان التزكيات باش نمشيو ناخذهم من عند السي عبد الله، بان ليا كان تلاعب في داك الشيء، وهذا الشيء انا كنقول لكم، وكنتحمل المسؤوليه ديالو، كان تلاعب، وشي وحدين كانوا دخلاء الحزب بداو كيتحكموا في شي ديال التزكيات وكذا وكذا، لان الانسان الا
جابوا ناس ما عندهم علاقه بالحزب اقسوا الناس ديال الحزب اللي خصهم تكون عندهم هو الاولويه. شي ما يجيب لي والو ولكن نعطيه تزكيه. علاش؟ لانه هذاك السيد مناضل في الحزب، ماشي نجيب واحد دخيل على الحزب ونعطيه تزكيه ومن بعد تضح بان هذاك السيد ما جاب والو. هذا هو الغريب في الامر. زكيت واحد الشخص اللي فارغ، عيب باش نزكيه وكاينه شي حاجه من وراء هذاك الشيء. هذيك اللي من وراء داك الشيء هي اللي علامه الاستفهام اللي انا ما تقبلتهاش. وكان عندي واحد الخصام معهم تما كاينه، رحت نايل لهم الديسكيت ورجعت حالاتي. فعلا قدم الاستقاله ديالي. الاخوان ديال حزب الاستقلال كتربطني بهم علاقه لانهم هنا الجيران عندنا وكذا، اللي سمعوا هذا الحدث هذا قالكم علاش ما تجيش ترشح معنا؟ قلت لهم ودي انا بغيت نمشي نتصنط العظام ونقابل المشاريع ديالي وشغلي. قال لك لا ما كاين مشكل جي كذا. فعلا الاخوان ديال المكتب التنفيذي وديال الامانه العامه النت زكاوني وجاوا لي التزكيه وترشحت باسم حزب الاستقلال. ما جابش الله في هذيك الفتره، هادشي في 2016 السي عبد الله اتصل بيا قال لي السي الشناوي واش باقي غضبان؟ قلت له ودي سياسيا غضبان ولكن من جيتك انت انا كما كان الحال كنحترمك حيت كنتي الزميل والصديق الحميم ديال الخال عندي الله يرحمه وكذا وكنعتبروك في المقام ديالو. هذاك الشيء علاش حنا ما كناش مشينا في الفتره فاش وقع الاندماج ما مشيناش حنا من الحزب الاخر اللي تاسس من جديد وكذا، بقينا معاك. وكان اتصال هاتفي انا ديك الساعه كنت كندير مناسك العمره واتصل بيا بالليل قال لي السي الشناوي هذوك الناس ديال مراكش قول لهم يبقاو معاك. هذا الشيء في 2009 قال لك هذاك الاندماج راه حنا حليناه هكذا والله شاهد عليا. انا كنا كنصليو التراويح هذيك الفتره جاني تليفون من اللي سي عبد الله جاوبت. ملي جاوبته قال لي فينك؟ قلت لي انا في العمره في مكه ديك الساعه كنصليو التراويح. قال لي على اساس على اي نقول للناس ديال مراكش ما يمشوش مع عميل ودا يبقاو معنا لان ما بقيناش في هذاك الاندماج. والله سيدي ما بقيت ركزت انا في هذيك الصاله ديال سميتو، ما بقى لا خشوع لا والو. كنقول كنفكر انا شكون هاد الناس اللي غادي نتصل بهم دروك ونقول لهم اودي كذا. وديك الساعه كل شيء مشى وانا رجعت. بيني وبينك رجعت. علاش؟ لان السيد كتربطنا بعلاقه وكذا. قلنا ما كاين مشكل، هذا حزبنا، هذا حزبنا. وفعلا الناس اللي حشموا على وجهي راهم بقوا معنا وباقيين معنا الى يومنا هذا. والناس اللي طمعوا ومشاو راه دابا ملي ما بقى حتى شي حاجه تما كاين راهم رجعوا، راهم رجعوا معنا والحمد لله. الباب ديال الحزب مفتوح. ان الحزب قال لك ان الوطن لغفور رحيم، حنا نقول بان الحزب راه غفور رحيم، ما كاين حتى شي اشكال. ولكن الناس اللي بغاو يشتغلوا بنزاهه ومصداقيه، ماشي الناس اللي جاوا باغيين يتسموا بانهم راه في الحزب ويديروا كذا. ولكن الحمد لله الاخوان اللي رجعوا دروك وخاصة في الناس ديال مراكش وديال الأقاليم ديال المملكة، الحمد لله كاين الثقة الكاملة وبغاو تا هما يعطيو واحد القيمة مضافة لهذا الحزب هذا. هذا من جهة. هذيك الفترة السي موسى كان هو اللي كيدبر الحزب. الحزب إلى شوتي. أش غنديرو ما غنديرو؟ إوا الإخوان قال لك أودي غادي نعاودو نحيو الحزب من جديد ودرنا اجتماعات. بخصوص سي عبد الله هذاك اللقاء فاش مشيت عنده المرشد قال لي غتقدم الاستقاله ديالك من حزب الاستقلال. فعلا قدمت الاستقاله ديالي من حزب الاستقلال. ها هي ها هي استاذ ها هي بالفعل. امتى قدمتها؟ نهار 7/3/2017. ها هي ها هي وها باش مشات ليهم. مشات نهار لو 10 مارس. هي باش مشات والرساله باش مشات. بعد منها السي عبد الله عيني منسق جديد عاوتاني من جديد ديال الحزب جهه مراكش. هذه رساله صيفطها للسيد الولي. هي امتى هذه الرساله؟ هذه نهار 17 يونيو 2017 من ورا بعد قدمت الاستقاله ديالي. ما بشوش بعد منها. هذا السيد اللي قدامكم ها هما البطاقات ديال الحزب. هذه 92
باقي نشوف باقي الشعار القديم اللي كان عندنا في الحزب. هذه باقي الشعار عندنا ديال الساروت. هذه عاوتاني ديال الساروت 2007، هذه في الانتخابات ديال البرلمان ديال 2007 فاش ترشحت الانتخابات للبرلمان، اول انتخابات ليا مع الحزب. وزكوني باش نترشح للبرلمان. وهذه 2017 ملي هاي التاريخ ديالها 2017 ملي رجعت عاوتاني للحزب. وكاين ديال هاد سميتو، هذه ديال الوالده عندي، هذه ديال 1982 1/7/1982 هاهي الوالده ديال الرساله الرقيه هاهي خريبكه. وكاينه ديال الوالد عندي، وهذه ديال الجمعيه ديال الفلاح على حسب جهه ديال مراكش. يعني ها المسار ديال الحزب انا بانه كيبين، وهذا الشيء اللي كيشهد على اساس بانني راني كنت كذا. ومن غير هذا الشيء، من غير هذا الشيء كاين التعيينات ديال السي عبد الله فاش كنا فاش دارني اول مره دارني منسق ديال الحزب 2009. ديك الساعه كان هي عدم ممثل التزام شهادة الملكية بأنني ندير المحل فوالا ها هي منسق ديال الحزب. باقي عندنا الشعار ديال السيروت فوالا. بعد منها فاش بدلنا المؤتمر درنا الشعار ديال المدلة، ها التنسيق ديالي عاوتاني، لأن ضروري خاص يكون الإخبار للسلطات العمومية. فعلا أنا ذاك فتحت المقر ها شهادة الملكية ديالي باش درت المقر ديال الحزب ديالي، ها اللائحة ديال الفيدرالية ديال مراكش، أنا كنت ديك الساعة كاتب فيدرالي ديال مراكش، وكنت عضو في المكتب السياسي، ها اللائحة ديال المكتب السياسي اللي فيها أنا كاين السي عبد الله القطيري، كاين موسى، كاين السي الهدالي، كاين الإخوان، وأنا هنا تحت صلاح الدين الشناوي. هادشي ملي أسسنا المؤتمر، ملي أسسنا الحزب 2009، وهذا الالتزام بأنني درت هذيك الشقة مقر ديال الحزب. هذا من جهة. من جهة ثانية من وراء هاد التعيين هذه عاوتاني راسلت السلطة المحلية السيد القائد، وكنخبرو بأنه فتحت مقر بسمية الحزب في الشقة ديالي نيت. وراه عندهم الوثائق، هو الخاتم ديال لاكوزي دو ريسبسيون من عند هذا. ها هو إشهاد بتوطين. إشهاد بتوطين. هادو باش قلت لك أنني ترشحت في 2015، هذا وصل النهائي ديالي باش كنت ترشحت في 2015 بسمية الجهة ديال مراكش. هذا باش صيفط المجلس الأعلى للحسابات المصاريف ديال الحملة الانتخابية. هذا عاوتاني وصل النهائي ديالي باش كنت ترشحت في 2011 بسمية الحزب في البرلمان. هادو المراسلات اللي كانت كتجي عندي من السيد الوالي عميل عمالة مراكش، اخرها هذه كانت في 2020. هاد الناس كيقولوا بانني ما عنديش صفه في الحزب، وهاد الناس كيلعبوا ملي كيراسلوك هذا راه جهاز ديال الاداره، راه ماشي اللعب. ما يثبت بانني عندي الصفه ورجعت عندي الصفه هاد التعيين كان مشى للسيد الوالي. انا اللي ادريسي ا مسيو الوالي دو مراكش. ها الرساله باش راسلني السيد الوالي وبالاسم ديالي الشخصي. هذه تعيها رساله بسميتي انا ذاك كنت منسق ديال الحزب. هاد الناس بغاو يغيروا الحقيقه، هاد الناس تيحلموا، هاد الناس ما كيخافوش من الله، بغاو يديروا واحد السيناريو يغيروا به يوهموا به الراي العام والسلطه على اساس بان حنا ما عندناش الشرعيه وما عندناش الاهليه وما كان ما عندنا علاقه بهذا الحزب وترامينا عليه وخديناه. قاعده انا سوبرمان ولا ها؟ هذا السيد كيقول انا ما عنديش الشرعيه، ها هو موقع معايا هنا. هذا شنو؟ كانت اللجنه لائحه الحضور ديال اللجنه التحضيريه ديال المؤتمر. ها هو موقع معايا، ها هو السي موسى
موسى السعدي، كاين دريس التولالي، كاين الشناوي، كاين خالد البقالي اللي دابا كيقولوا بانه راه هو رئيس اللجنه التحضيريه باش يديروا المؤتمر، كاين ابراهيم مازوز، كاين نعيم مصرمان، جمال لطيفي، محمد بن عبد الله، يعني الاخوان كاملين اللي كانوا اللي بقوا معنا اللي كانوا في الحزب وفي اللجنه المركزيه هما كاملين. هذا من جهه، يعني هذا الشيء يثبت بان عندي ثقه، كاين الاستقاله وكاين التعيين ديالي من عند الخطوات اللي جايه دروك. حنا غادي نديروا اعاده النظر، ملي استشرنا مع الاساتذه قال لك اعاده النظر غادي ترجع نفس القاضي هكا، قلنا نتجاوزوها نديروا النقد، وفعلا درنا مسطره ديال النقد. النقد اهي مسطره ديال النقد، درنا هذوك دابا راه في محكمه النقد، وكنطلبوا ان شاء الله باش هذا الحكم يتلغى الابتدائي، لانه جانب الصواب بكل مصداقيه بانه جانب الصواب، والحكم من جديد باش يعطيونا الوصل ديالنا. باش يتعيد الحكم الابتدائي، لان دابا هذا الحكم اللي غيتصدر دروك خصو يلغي هذا الحكم هذا الاستنافي، والحكم من جديد بالغاء القرار الضمني القاضي برفض تسليم وصل ايداع مؤتمر ديال 18/12/2019 مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه، لان هذا الشيء باش حكمت المحكمه الابتدائيه ورفض باقي الطلبات، لانه كان الاستاذ طالب شي تعويضات وكذا على على على, على التماطل بانه الا ما سلمناش الوصل كذا باش، لان هذه كتكون في الدعاوي ديال هذا. هذا الشيء اللي كنطلبوا دروك، هذا يتلغى ويتحكم من جديد على اساس بانه خصهم يعطيونا الوصل ديالنا، وحنا دابا على ابواب انتخابات وعلى ابواب دابا الغرف غادي تكون هي الاولى، يعني والحزب ما كاينش، ايوا دابا هذا هو اللي كيساعدك على العزوف، كيساهموا في العزوف، ها هما كيشجعوا الاحزاب باش تجيب مناضلين، والدوله كتصرف ميزانيه خاصه باش كدعم الاحزاب وكذا باش، وفائده به كنشوفوا بانه كيساهموا في العزوف، هذا ما فهمتش، وكيأيدوا طرف على طرف اخر. كيظل هذا الغياب، يعني الحزب ما غاديش يدخل انتخابات. لا غادي ندخلوا ان شاء الله، علاش ما غادي ندخلوش؟ الغياب التوصيل والاصابه. انا شوف بيني وبينك التوصيل بالنسبه لي هي انا وبالاجتهاد ديال العامه اللي كنستشر بهم، قال لك اودي المؤتمر ديالكم درتوه، يعني فعلا درناه. مؤتمر طعن فيه شي حد؟ ما طعن فيه حد. شحال ديال دابا باش درتو المؤتمر؟ درنا دابا تقريبا شي عام وزياده. وقال لكم سيروا تشتغلوا، راه هذاك المؤتمر ديالكم راه قانوني مادام ما طعنش فيه حد، وكاع الا بغاو يطعنوا دروك الا بغاو يطعنوا فيه دروك وديال 30 يوم ولا ديال كاع 60 يوم بغاو يطعنوا فيه، ما طعنوش فيه وراه هزهم الماء، لا هذه الفئه ولا هذه الفئه الاخرى. دابا المؤتمر هو قانوني وشرعي، وانتم كتراوغوا باش ما تعطيوناش الوصل، وكدابا وليتوا كتزيدوا في الشخص الاخر باش يدير مؤتمر، وهذا الشيء راه خارق للقانون، راه خارق للقانون، ويتحملوا مسؤوليته، لان حنا كنقول انا هذا الشيء وبالادله وبالنصوص، وكيقول لك لا اجتهاد مع النص. علاش؟ ان هاد الناس هادو ارتكبوا واحد الخطا جسيم ولا يغتفر، بيني وبينك لا يغتفر لا في الاداره العموميه، او لا انا ما عمرنيش انا بحال هذا الخطا اللي ارتكبوه هاد الموظف. قانون ديال الاحزاب واضح وصريح، كيقول لك اودي هذاك الموظف اللي ما كيرفض يسلمك او لا ما بغاش يشد من عندك الوثائق يعاقب جنائيا وفي اطار المحاسبه ديال الاداره العموميه. هذا قانون، ماشي انا اللي حطيته، هذا كان مشروع القانون ديال 11/29، كان مشروع ديال وزاره الداخليه، دفعته الغرف ديال البرلمان، تناقش في الغرف، صادقوا عليه، خرج في الجريده الرسميه، ولا قانون ملزم للجميع، لينا حنا وليهم هما. وهذا الشيء علاش كنمشيو حنا الاحزاب السياسيه ودرنا الملائمه ديالو على البرامج ديالنا حنا ديال القانون القوانين الداخليه ديالنا والنظام الاساسي ديالنا. ها هي الماده 65 من قانون الاحزاب، ماذا تقول؟ ها هي الماده 65، وهذا راه خديتها من الجريده الرسميه. يعرض الموظف الموكل له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أو بالتغييرات الطارئة عليها للمساءلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أو الوظيفة العمومية في حالة رفض
تسلم هذه التصريحات او امتناعي عن تسليم وصل ايداع ملف عند اهلك. هذا قانون ولا الشهاده مع النص. حنا يطبقوا معنا غير هذا القانون هذا بركه. انا كنقول لهم دروك للمعالي السيد الوزير او السيد وكيل المملكه او السيد قاضي التحقيق يفتح التحقيق في هذا المجال ويطبقوا هذا النص هذا علينا وعليهم. وكاين الادله باش كنثبتوا بان احنا راه مشينا عندهم وتسلموا من عندنا الوثائق. وفي هذاك النهار فاش كنا عندهم احنا في وزاره الداخليه نهار جوج في شهر 1 2020 مع 10 الصباح تزامنات بهذاك السيد مكلف بالبريد جاب لهم النسخه ديال المفوض القضائي. جاب لهم النسخه ديال المفوض القضائي. انا ذاك ما بقاوش عندنا حنا سبعه النسخ 13 ولاو 13 10 ديال النسخ لان هذاك السيد كان سلم ثلاثه صيفطهم في الظرف وحنا كنا عطينا سبعه هي شحال هي 10 ديال النسخ. 10 النسخ غير كافيه وحنا شلنا هذا الشيء واقف. وبيني وبينك نقسم لك بالله الذي لا اله الا هو الى هاد الناس هذه هي الحقيقه وعارفينها هما النيت عارفين هذه الحقيقه هما ودابا كيتنكروا على اساس بانهم ما شدوش من عندنا باش يغيروا الحقيقه وكذا. وهذا الشيء راه خطير 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 جدا. وهذا هو اللي بيني وبينك هو اللي قلقني بزاف. مسؤول في اداره عموميه كبيره وعنده مسؤوليه كبيره يتنكر اش غيكون كاع؟ اسيدي هاد الناس جاو عندنا وعطاونا الملف وقلنا لهم ودي كذا وارتكبنا خطا ما كاين حتى مشكل. وهذيك الصفحه نطويوها ونسدو حنا كاع حتى حاجه ما كانت. اجيو ديروا الوصل ديالكم سيروا تشتغلوا. هذا هو القصد اللي يكون باش نتنكر انا في محضر رسمي وماشي انا اللي كنقول هذا الشيء بيني وبينك كاستاذ. وانا ما كرهتش هاد الحكم هذا لان هذا راه فيه مجموعه ديال الوقائع اللي دلا بها الوكيل القضائي المملكه. وهنا كيصرح بانهم كيتنكروا بانهم تسلموا من عندنا. وهذا ماشي 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 خرج على العقل. انت كمسؤول وخص تكون عندك واحد الصفات خلقيه فيها النزاهه والشجاعه والعفه والمصداقيه وكذا وفي اخر المطاف نغير الحقيقه ونتذكر بانني تسلمت واخا ما عرفتش غادي يكون كاع. اش غادي يكون جاد الناس ما بغاوناش غايقول لنا سيدي ما بغيناكم تسيروا في حالاتكم غنمشيو نعطيهم اتساع. ولكن دروك اسيدي والله ما غنمشيو ما غنتفكوش دروك بيني وبينك ما غنتفكوش. علاش؟ لانه الحقره ما بغيناهاش وما بغيناش الظلم. الله حرم الظلم على نفسه. حسب الله كنتم العبد. وفكروا غدا فكروا الغدا فكروا الغدا اش غديروا مع ربي ملي غتلاقاو به. يعني في انتظار انهم يربطوا بتوضيح او شيء من هذا القانون. ما راسلوناش الماده 18 كتقول لك اودي الماده 62 من قانون الاحزاب. لان هذا هضمينو وانا عندي تكوين قانوني ماشي تراميت على هذا الشيء ولا كان. الماده 62 كيقول لك اودي في حاله ما الى انتوما ما دفعتوش الوثائق ديالكم ولا شي حاجه من هذا القبيل خاص السلطه الحكوميه تراسلكم الاداره اللي مكلفه بهذا الشيء تراسلكم في ظرف ديال الشهر. وفي حاله ما الا ما سميتو شهرين كتقول لكم سووا الوضعيه ديالكم وهما ما راسلونا كاع. السيد الامين العام انتم دابا انك قلت بانكم قانونيين يعني ما هي الخطوات او الاصدار الذي سوف يكون في حق هاد الناس؟ لا من غير ماشي نتكلم على اعضاء الحزب. بلاتي قبل ما نرجعوا لاعضاء الحزب نقول بان درنا واحد الدعوه لقاضي التحقيق بهاد الناس ديال الداخليه. ها هي شوفها دعوه قاضي التحقيق بالاسماء ديالهم راه ممكنين تم بدون ذكر الاسماء. بدون ذكر الاسماء هذا الصفه ديالو رئيس مصلحه والاخر رئيس قسم. وهالمتابعات اللي كاينين لكن هذا الخرق ديال الماده يقول الكلمه ديالو. ولكن حنا بغينا نلتجئ للقضاء. علاش؟ لان عندنا الثقه ديالنا في القضاء. لان هذا ماشي التلاعب وماشي راه المصداقيه ديال الدوله هذه اللي كتكون. ماشي انا حطيت قانون ونكيفه بالطريقه ديالي ونعفسف عليه ونطبق داك الشيء اللي بغيت. واش انت هيركيل ولا شنو؟ هذا الشيء راه بزاف هذا الشيء. واش شطات في استعمال السلطه وكثير كاع. راه حنا دابا الرساله وصلت. راه بيني وبينك الظرفيه هذه راه ما كتسمحش. وسيدنا كيضل لنا كيقول بان الاداره خاصها تتعاون مع المواطن وتعطيه حقه. وانتم كيخالفوا هذا الكلام ديال سا ماجيستي راه سي اش غادي نقول لك؟ في انتظار يعني الرد وزاره الداخليه. اي انا بغيتهم يردوا ولا عندهم الشجاعه يردوا.
انا بغيتهم يردوه في القناه ديالكم. نعم. باش منصفك يحضروا المؤتمر. وانا بيني وبينك والله ما بغيت ناخذ شي قرار في حقه. انما كاين مشكل، خلي هذوك الناس يرجعوا الرشد ديالهم. فاذا به الاخوان قال لك اودي لا، خصنا ناخذ واحد القرار يكون قرار صارم في هذا المجال. فعلا جمدنا اليوم العضويه. نعم. استشاره ديال الاعضاء ديال المكتب السياسي والناس ديال اللجنه المركزيه. جمدنا اليوم العضويه ورد صدر بلاغ في هذا الاطار. وراسلنا السيد رئيس الحكومه والسيد وزير الداخليه، راسلناهم نيت في هذا الاطار هذا. وراسلنا صيفطنا نسخه من هذا البلاغ للديوان الملكي. على اساس هو باش يكونوا على علم بان ما يجري في هذا الحزب هذا. وها باش راسلناهم. صيفطنا بار فاكس. En même temps, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception. Alloula, Atania, Atelt. Il m'a dit que je suis un masataire. Je ne sais pas si je suis un masataire. Ou il a dit que je suis un masataire. 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 باش من صفه شكون هذا السيد اللي غيعطيهم الترخيص؟ قول لك هذا، لان هذاك البلاغ صيفطناه للاعلام، صيفطناه للجهات المسؤوله اللي خصها تاخذه بعين الاعتبار. القضاء باقي ما فصلش في النزاع. اون بليس المؤتمر مؤتمر شرعي ومؤتمر قطعي، ما عنده حتى شي حطان فيه، لان كيبقى مؤتمر شرعي وقانوني. عندي مؤتمر ديال مراكش، مؤتمر قانوني ومؤتمر شرعي. واللي بغى يشوف المؤتمر يرجع للتسجيل ديال لايرتيام، ويرجع للتسجيل ديال الدوزير، ويمشي للصحافه، يمشي للاذاعه الوطنيه. راه جات دارت التغطيه وشافت، شافت والتقارير مشاو، لا من الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه، راه مشاو التقارير. وكان مؤتمر في المستوى العالي، انا كنقولها وكنوه بها، لان كان في حضور مشرف ديال الحزب، وجاو الناس من الاقاليم ديال المملكه. وهاد الناس اللي كيقولوا دروك يدعوا باش يديروا المؤتمر، شكون عطاهم الصفه؟ هما الوضعيه ديالهم مجمده دروك حاليا. ثانيا اللجنه ديال التحكيم هي غدا ولا اليوم في العشيه ولا غدا الصباح غادي تبت في هذا القرار ديال سميتو، باش غادي يحكموا عليهم. انني بغيت نخرج انا من هنا، بغيت هما اللي غيديروا سميتو، انا يعطيوني هذاك البلاغ وغادي نديفيزيه انا. هذا هما، لانني ماشي عضو في ديك اللجنه ديال التحكيم. كاين الاساتذه ديال القانون، اساتذه ديال القانون، فيهم محامون، فيهم اساتذه جامعيين، هما اللي مكلفين بهذا الاطار اللجنه التاديبيه. وديك الساعه هما عندهم الحق. احنا بالنسبه لينا احنا، وبالنسبه للطرف الاخر خص الاداره تتكلف بهم. هذوك الناس ديالهم اخويا، هذاك الشيء سي لور كويزين انترن، ما غاديش نتدخل فيه انا. غير احنا المسطره ديال التحقيق، راه درنا دفعنا لقضية التحقيق. هذا من جهه. اخر سؤال السي شناوي هو مساله الحزب في مراكش. ايه. يعني ما هي نسبه يعني نجاح الحزب في التحقيقات المقبله؟ والى نقول لك اودي غنديو نفوزوا ب 100%، احنا دابا مغرورين، ولكن الحمد لله غيكون عندنا تمثيليه ان شاء الله، لا في مراكش ولا غير مراكش ان شاء الله. احنا كنشتغلوا وكنشتغلوا في صمت، فهمتي، والاوراق ديالنا ما كنبغيو نوريوها، فهمتي. احنا في الظرفيه ديال كورونا الحمد لله، ملي جات الظرفيه ديال كورونا خلتنا كنشتغلوا. ده عندنا داك تبارك الله هادشي ديال التكنولوجيا، ولا داكشي ديال زوم وكذا وكذا، التواصل. حنا كنتواصلوا يوميا، وكنعطيو النصائح، وكان درنا الهياكل ديالنا، درنا المنسقين ديال الحزب في الاقاليم. والحمد لله غادي تكون مفاجاه ان شاء الله، غادي نكون مفاجاه. وهاد الناس اللي غادي يرجعنا لهذا المؤتمر، الناس اللي بغاو يديروا المؤتمر يتحملوا مسؤوليتهم، لان الاخوان ديال الحزب المناضلين قال لك اودي حنا ما غاديش نخليهم يديروا هذاك المؤتمر هكذاك، لان حنا عندنا الشرعيه، وهذوك الناس اللي بغاو يديروا شي حاجه يتحملوا مسؤوليتهم. وانا كنبلغهم دروك، اللهم اني قد بلغت. والناس ديال الخارج، لان حتى هما قال لك اودي راه شنا لي ميديا، شنا لي ميديا وبغينا نديروا معاهم دي روبورتاج، قلت لهم اودي حبسوا، الله يرضي عليكم، حنا هادشي عندنا امور داخليه ديال الدوله، ما بغيناش هادشي سميتو. حتى الديمقراطيه يقول لكم ما عندكم انتم وكذا، الجيران ديالنا حنا يقول لكم ما عندكم ديمقراطيه، ومع الاداره كاع ماشي حتى مع الاحزاب، شي خصام بيننا وبين الاحزاب، يبقى داكشي بيناتهم.
ولكن حنا دابا راسلنا جلالة الملك اللي هو استنادا المواد ديال الدستور المادة 42 على أساس بأنه هو الضامن الاستمراري ديال الدولة وديال الحكم بين المؤسسات. الحمد لله حنا راسلنا درنا واحد التظلم وفسرنا فيه هذاك القرار اللي تصدر في حقنا وشطط استعمال السلطة ديال الإدارة على أساس باش ينصفنا. وراه هو اللي إلا قال لنا ودي سيروا في حالتكم والله سيدي ما نعاودوها. قالنا سيروا تشتغلوا أخويا حنا غادي نكونوا حنا في المستوى وكون على يقين على أساس بأن عندنا واحد لومبيسيون بور ترافايي اي بور أميليوري لو بارتي بوليتيك. هذا هو الهدف ديالنا تحت القيادة ديال جلالة الملك باش نخدموا البلاد والعباد. وش غادي نقول لكم بالنسبة لنا حنا أي مستجد خاص بالحزب حنا نبلغكم به. سي صلاح الدين غيدخل الانتخابات المقبلة عندنا في مراكش. اي بوركو با. دائرة كيليز ولا فين ما الإخوان بغاو يرشحوني أنا غادي نترشح. يعني كيليز أنت فين؟ أنا كنت كنترشح في مادة في كيليز النخيل بالنسبة للبرلمان. والجهة اللي كنترشحت هنا بالنسبة لمراكش. ولكن الإخوان فين ما لأن اللجنة ديال الترشيحات هذيك خاصة. فين ما بغاوني انا نترشح نمشي نترشح. قالوا لي سير قعد فالك ما ترشح شيء ما نترشح شيء لان هذه كتبقى قرار ديسيزيون ديال اللجنه ديال الترشيحات. كاين شي تحالفات في المستقبل؟ ضروري يكونوا تحالفات. علاش؟ لانه كاين احزاب اللي عندها الايديولوجيه قريبه من حنا والحمد لله كاين تنسيق بين معاهم نيت في هذا الاطار هذا في الوقت المناسب. وقت مناسب وفعلا هذوك الاخوان جاوا زارونا هنا النيت في هذا المحل هذا جاوا زارونا النيت وكنتواصلوا معهم شبه يومي. وبيني وبينك حنا بغينا نغتنموا هذه الفرصه باش ان شاء الله نردوا الوضع اللي الحزب المسار الصحيح ونحطوا القطار ديالو فوق السكه الصحيحه ونزيدوا نشتغلوا ان شاء الله باش هذا الحزب ان شاء الله يقول الكلمه ديالو في الاستحقاقات المقبله ويكون عندنا فريق برلماني ولما لا تكون عندنا تمثيليه في الحكومه. سيدي صلاح الدين الشناوي الامين العام لحزب الوطني الديمقراطي الوطني شكرا لكم على هذه التوضيحات. شكرا لكم وشكرا.